في غذائك. استضافة أخصائية في التغذية للترق معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهلثي على الحياة أفاق. عسلام ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي تبعوا فينا على 90.3 إذاعة القيروان للصحة. صحتك في غذائك نحاول كل مرة نتطرق فيه الموضوع يخص التغذية وارتباطها بالصحة. اليوم باش نحكيوا على ارتفاع ضغط الدم وشنية الأغذية المناسبة باش نمنع حدوثه. هذا الكل أكثر بالطبيعة باش نحكيوا فيه مع رئيسة الصحة الوقائية وأخصائية التغذية مدام سونيا بوعليك. عسلام ومرحبا بك مدام سونيا. عسلامة يا أروى، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. يعيشك مدام سونيا. اليوم مش نحكيو، فما برشا عباد هكا تقرقهم الحكايه يقولك انا عندي ضغط الدم مرتفع وباللي نحاول نعمل ديريجين ديما يقعد التونسيون تاعي طالع. شنو هي نصايحك لهم العباد هذو مدام سونيا؟ بالنسبه لضغط الدم يا اروى، انه موجود في كل عائله لابد يكون فما واحد عنده ضغط الدم، وهذا بعامل اما يكون فما في العائله ولا يكون معناتها الضغط من معناتها عيشته في اليومية تكون فيها برشا ضغط وفيها برشا والغذاء نتاعو يكون مش متوازن ومش رايم. دونك ضغط الدم ان بروبليم موجود ان فيو ولا موجود في تونس. باش نحافظوا على صحتنا ونبعدوا على ضغط الدم يلزمنا نعملوا نمط عيش سليم، ونمط العيش السليم هذا يكون فيه سر سيجارة، يكون فيه 30 دقيقة مشي كل يوم وريجوليرمون معناتها ديما كل يوم، و 35 ليجوم فروي. نقولوا 5 ليجوم فروي معناتها الغلة والخضرة موجودة في ريجيمنا في لاغاسيون تاعنا اليومية، لأنه الغلة والخضرة غنية بالألياف، والألياف تساعد ياسر على معناتها شفط الدهون والابتعاد عن توسكي معناتها لي غوبا كوبيو اللي هما فيهم اللي هما يعطيو ريسك كبير باش يكون فما ضغط الدم. دونك بالنسبه للماكله المتوازنه والريجيم الكليبري، نحكي ديما على الريجيم ميديترانيان والاليمونتاسيون اللي هي نتاع البحر الابيض المتوسط اللي فيها الحبوب الكامله وفيها الالياف وفيها زيت الزيتون، هذوما يخليونا نحافظوا على ماكلتنا معناتها الصحية وعلى غذائنا اللي يعاوننا باش يبعد علينا ضغط الدم. مدام سونيا بلا سامحني لهنايا تعريف صغير، هو ضغط الدم يقول لك مرتبط بالعمر، معناها كي العمر يكبر شوية على الإنسان في العمر معناها تنزاد له ضغط الدم، في التغذية نتاعو من الأول ما كانتش صحية، معناها من الأول الباز نتاعو ما كانش صحيح. صحيح ولا الحديث هذايا؟ هو لا جراه مش معناتها كريتير بالنسبه لضغط الدم، على خاطر ضغط الدم ينجم يكون حتى في اج صغير معناتها لي زادوليسون طول اللي نراو فيهم بعاملك الماكله اللي مش منتظمه والماكله اللي برا لي فاست فود وكل شيء، ولينا نراو اللي فما ضغط الدم معناتها عند لي زادوليسون وعند الشباب. دونك ماهوش مرتبط بالضغط، اما مرتبط كنقولوا ضغط الدم كنقولوا انه فما الملح يكون زايد في الاغذيه نتاعنا، وباش تكون باش نحافظوا على ماكلتنا يلزمنا ما نفوتوش 5 غرامات معناتها الملح اللي ملح الطاوله في ماكلتنا اليوميه، لانه اذا احنا اضفنا الملح وكان الملح اكثر من قيمه 5 غرامات في اليوم يولي عندنا ريسك باش يكون موجود ضغط الدم، مع لي فاكتور دو ريسك الاخرين اللي هما الدخان معناتها التدخين وال معناتها الركود سيدونتاريتي، اذا تكون فما معناتها عامل السيدونتاريتي يعاون ياسر باش يكون موجود ضغط الدم، مع الفاكتور دو ريسك الكبير انه يكون ضغط الدم موجود في العائله. دونك ماذا بينا باش نحافظوا على معناها ينجم يكون ايريديتير هو ارتفاع ضغط الدم هكا ولا؟ بيان سور ينجم يكون فما عامل من العوامل الاختطار لي فاكتور دو ريسك هو انه موجود في العائله، اما لو مود دو في معناتها كي يكون ياكل برشا معناتها ماكله مش منتظمه وماكله فيها برشا الدسم وماكله فيها الدهون المشبعه ولي زاليمون ترانسفورمي اللي موجودين برا كيما لي جاتو لي بسكوي معناتها هذوك الكل ماذا بينا نبعدوا عليهم باش معناتها نحافظوا على صحتنا ونبعدوا على ضغط الدم معناتها في
ضغط الدم معناتها في تعايشنا اليومي مع غذائنا ومع صحنا اللي نحطه فيه ومع نمط العيش نتاعنا بصفه عامه. انت مدام صانيه حكيت على ديما تاكد على التدخين، وفما برشا عباد يقول لك انا راني ما نجمش نبطل التدخين، معناها خاصه تنبدا في عمر صغير التدخين. دونك لهنا نصيحتنا ليكم انكم تنقصوا بشويه بشويه الدخان، مش تو دانكو، بالطبيعه مع التمارين الرياضيه مع شربان الماء، ذوما مهمين على الاخر لاي مرض باش نقاوموا به اي مرض موجود. نأكد أروع على شرب الماء زاد لتر ونص حتى لترين في اليوم، راهو مهم ياسر، راهو خاصة في الشتاء. هنا يا مدام سونيا ما نشربوش برشا ماء، وكما قلت أنت إذا كان معناها العبد عطش راهو معناها ذاك سينيال، راهو فريمون لي سيلول شاحت، معناتها يلزموا وقتها آخر معناتها آخر مرحلة في معناتها الالارم معناتها في الخطر، يلزمك تشرب، يلزم العبد يشرب من غير ما يعطش، خاطر الليتر ونص اللي باش يشربها في النهار الترين من غير ما يعطش من غير ما يحس هو بالعطش، دونك اذا عطش راهو سيني دلع. بالحق هذايا الماء معناها بالحق ابيتود يزن ندخلوها في حياتنا، خاصه في الشتاء يقول لك ما نشربوش برشا ماء، وصغيراتنا ننساوهم حتى في وسط معناها يبداو يجري وكل شيء ننساو باش نعطيوهم الماء، دونك الماء مهم على الاخر في حياتنا اليوميه. ايه يعطيك الصحة. عايشك عندك إضافة مدام صونيا؟ ايه نحب نوصي باش تكون تقسيم الماكلة، خاطر بالنسبة للمريض لضغط الدم معناتها اللي عنده ضغط الدم ولا اللي عنده السكري ما يلزمش معناتها يقعد جيعان ياسر وبعد يشبع، لأنه هذاك يشبع أكثر من القيمة جو معناتها الاستوكاج نتاع الماكلة هذاك والكغاس اللي يتحطوا هذوكم يعاونوا ياسر باش يكون البدن معناتها ماهوش ما نحافظوش على توازننا في ضغطنا وفي معناتها قيمة السكر في الدم. زيد أنا ننصحوهم تقسيم الماكلة مهم ياسر، تقسيم الماكلة مهم، أي الألياف مهمة ياسر، والابتعاد عن الركود، هذوما اللي ننصح بهم أنا. بالطبيعة وزيد بالطبيعة زيارة الطبيب مهمة على الأخر، ليزاناليز هذوكم الكل الدويات يلزمهم يتاخذوا في وقت، ما خدموش معناها تقول سي بون هاني عدلت توا ضغط الدم دونك كهوا، لا يلزم إذا كان عندك الدواء على المدى الطويل لازم تكملوا جوسكو بو. أي ونوصي حاجة أخرى يا أروى، أنه اللي عنده دواء لازم ياخذوا في وقته، وأنه معناتها مش معناتها ياكل نابورت كوا وكل اللي نشرب في الدواء معناتها الدم نتاعي باش يركح، لا يلزم الدواء ياخذه قبل ما يخرج من برا، قبل ما يخرج معناتها باش يخدم، ولا اذا عنده هو ضغط الدم على خاطر ما يعرفش على روحه شنو باش يعرضه شنو اللي زاكسيدون اللي باش يصيروا له، ينجموا يخليه الدم يطلع يرتفع ونجم يكون معناتها خطر عليه. دونك ننصح بانه ياخذ الدواء ريغوليرمون، وانه ياكل ماكلته معناتها تكون خفيفه ماهيش دسمه، وانه يعمل نشاط بدني يومي. دونك النشاط البدني مهم على الاخر، والركود لا، شربان الماء والابتعاد على التدخين هذوما اهم حاجات. التونسي معناتها الكول، الكول راهم سوسون دي كالوري فيد، راهم هما خريرات فارغين، راهو اذا انت معناتها عندك ضغط الدم يحبذ باش ما تشربش معناتها، ويلزم باش ما تشربش معناتها ما تفوتش القيمه نتاع المعدل معناتها اليومي نتاع الكول، خاصه بالنسبه للراجل معناتها ما يلزمش يفوت كاسين معناتها في النهار، دونك معناتها هذا هو المعدل اللي يلزمه ما يفوتوش معناتها ما يلزمش اللابيو نتاع الكول باش ما يخليش روحه معناتها ضغط دمه يطلع ويكون معناتها بيرتورباسيون للبدن الكل. يعطيك الصحة مدام صونيا، أنت كنت معنا عبر الهاتف، شكرا ليك رغم الالتزامات نتاعك، شكرا ليك مرة أخرى، شكرا ليكم أعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا الفيديو، إن شاء الله تلقاوه بعد شوية على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فهم، تابعونا زادة على الشين تانا يوتيوب. كانت معكم أروى غيث كوتي ميكرو، محمد قداح في الإخراج التقني، وأحمد اللي أمن لكم الحصة. في غذائك استضافة أخصائية في التغذية للترقوا معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهلثي على الحياة أفضل.